اما هلا رح نروح لختام فقراتنا لليوم ورح نروح للصحه، صحه الاسنان. كثير مننا اليوم بيسعى انه تكون ابتسامته الجميله هي اساس طبعا الاسنان، واكيد جراحه الاسنان فيها شق تجميلي بيتمثل باصلاح بعض عيوب الفك وتحسين طرق الكلام وتجميل شكل الاسنان. رح نحكي طبعا عن هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره الاختصاصيه شادة النضوحي. اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بألف خير. انت بألف خير، صباح الخير دكتوره، كل عام وانت بخير. انت بألف خير. بالبدايه المحافظه على شكل وصحه الاسنان امر كثير ضروري ومهم، وخصوصا اليوم مع وجود احدث التقنيات العلاجيه. اليوم نحن حابين نحكي عن زراعه الاسنان كمصطلح طبي، تعرفي لنا اياه. زراعة الأسنان بشكل عام هو مكون عظمي، مكون بيندمج مع العظم، هو عبارة عن الزرع عبارة عن معدن من مادة التيتانيوم، بعوض لي عن الأسنان المفقودة بشكل صحي. نحن بالنهاية ما عملنا جسر، ما أزينا الأسنان المحيطة بمحل الفقد، ما اضطرينا أنه نبرد الأسنان لحتى نركب جسر أو أي شيء، فهو إجراء الخيار الافضل بالنسبه للاسنان، للتعويض عن الاسنان المفقوده. طيب خلينا نحكي شوي عن التحضيرات ما قبل هيك نوع من العمليات. طيب. واهم الارشادات اللي بتعطيها طبعا لكل شخص بيخضع لهذا النوع ايضا من العمليات بعد العمليه. تمام. هلا نحن بالنسبه لنا اول اجراء بنقوم فيه قبل عمليه الزرع هو اكيد بدنا ناخذ تشخيص كامل للمريض، سواء كان بيعاني من امراض معينه، مريض السكر، مريض القلب، الروماتيزم، هي الامراض كلها نحن بدها تكون. مثلا مريض السكر بيكون عنده مثلا خلينا نقول هشاشه بالعظام، في تراجع بالعظم عندي، بدنا ناخذ صور اجباري، هي الاحتياطات كلها قبل عمليه الزرع. مريض القلب مثلا عندنا اجراءات توقيف المميع، هذا الشيء كله ضمن استشاره من طبيب القلبيه. واكيد في عندي طبعا اجراءات بعد عمليه الزرع اللي هي اهم، المريض مثلا يمتنع عن التدخين، خصوصا المدخنين بيلاقوا شيء كثير صعب، يعني مثلا اول اسبوع لازم نبتعد عن التدخين بشكل كامل. أهم شيء طبعا المضمضة، مو أول 24 ساعة، لبعد هذا الشيء لبعد 24 ساعة. طبعا أكيد الالتزام بكل تعليمات الطبيب، زيارات دورية مشان نشوف مكان الزرع. يعني قديش المهم اليوم إنه ندرس الحالة، نقيم الحالة المثالية لنشوف إذا الشخص يعني بيقدر يزرع أسنان أو لا. كيف تتعاملوا مع هذول الأشخاص، وخصوصا مثل ما ذكرتي حضرتك الأشخاص يلي عندهم أمراض مزمنة؟ تماما. هلأ نحن هيك نطلب أول شيء صور سي بي سي تي، صور للفكين مشان نشوف وضع العظم، لأنه أحيانا مثلا مريض عندي العظم بيكون كتير ضعيف عنده، بنضطر إنه نعمل شيء اسمه تطعيم عظمي قبل الزرع، لما يكون العظم ضعيف غير مهيئ لأنه يستقبل هاي الزرعة، فنحن بنضطر إنه نعمل تطعيم عظمي. لما بيكون الجيب نازل بنضطر إنه نعمل شيء اسمه رفع جيب، هذا كله هاي الإجراءات طبعا أكيد قبل الزرع، وكله طبعا ببين معي غير التشخيص السريري على التشخيص الشعاعي عن طريق الصور. طيب خلينا نحكي كمان عن المدة اللي بتستغرقها هاي العملية، وخصوصا إنه في كثير ناس بتفكر إنه هي اليوم رح تروح، اليوم رح تزرع، تماما بكره رح تطلع النتيجة، فخلينا نوضح التفاصيل أكثر. أكيد. هلا مدة الزرع هي بصراحة تعتبر طويلة، لأنه أكيد نحن ما فينا نعود مباشرة فوق الزرع، أنا في عندي فترة بعد ما زرعنا، في فترة من 3 لـ6 شهور ليصير في عندي اندماج بين الزرعة والعظم واللسة، يعني أنا هي الفترة ما فيني أنا أعود مباشرة فوق الزرع، يعني مثل ما قلتي في مرضى أنه بفكروا خلص إجا بده يزرع يركب، لا أكيد، بس بين الفترتين في عندي مدة شي 3 لـ6 شهور، 3 لـ4 شهور خلينا نقول، يرجع المريض نحط بعدين الدعامة التعويض فوق الزرع، ما فيني أعود مباشرة، بدي هي الفترة إجباري يعني. طيب خلينا نحكي أكثر عن خطوات زراعة الأسنان، آلية التصميم والتنفيذ، هل هي بتختلف من شخص لآخر حسب العمر؟ هلأ الزرعة هي واحدة، هي طبعاً زرعة مصنوعة من مادة التيتانيوم، أكيد ما بتختلف هي أكيد حسب العمر يعني، لكن أكيد في خطوات زراعة الأسنان. أكيد أول شغلة إذا كان في عندي بقايا أسنان نقوم بخلع الأسنان القديمة أو بقايا الأسنان القديمة، نزرع بنفس الجلسة، نستنى الفترة الكافية لالتئام الزرعة 3 لـ4 شهور، تركيب الدعامة، تعويض فوق الزرع بعد 4 شهور، بعدين التعويض اللي هو تلبيس اللي بعد تركيب الدعامة. نعم.
قبل ما نختم هيك خلينا ناخذ اهم النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل يلي بيخضع لهذا النوع من خليني اقول العمليات. تمام، هلا اهم النصائح اكيد انه هو بصراحه يعني الخيار الافضل لتعويض الاسنان، لكن هو يعني خلينا نقول السيئه الوحيده فيه يمكن التكلفة العالية له، مشان هيك أغلب المرضى مثلا يرجعوا لتركيب الجسور بدل الزرعات، لكن هو أكيد الخيار الأفضل لتعويض الأسنان المفقودة. أكيد يعني يعني هي أهم النصائح اللي تحبي توجهيها للكل. طبعا عناية فموية أكيد بدنا، خصوصي لمريض الزرع، نحن مريض الزرع بيتعامل على أنه يعني بده صحة فموية زيادة عن المريض العادي بسبب ترسب اللويحة حول الدعامة، نحن مشان ما يصير عندي التهاب أو خراج أو آفات حول الزرعة، بنضطر إنه يكون مثلا عنايته الفموية أكثر شوي، مضامة، تفريش مستمر. لازم يراجع الدكتور طبعا بعد الحالة. بدنا مراجعات دورية إجمالية. كل قديش ممكن؟ هلا المفروض الفترة الأولى كل أسبوعين بس تنشوف مثلا مدى سلامة الجرح، نحن بالنهاية هي عملية جراحية يعني. أكيد. ممكن يصير في توزم أو هيك عادي يعني. أكيد. شكرا لك. بالختام دكتورة بدنا نشكرك على تواجدك معنا ونرجع نتمنى لك سنة كلها خير وصحة لك يا رب. شكرا لك دكتورة شدن ولكل المعلومات المفيدة اللي قدمتي لنا اياها. شكرا.